اهلا بحضراتكم من جديد، وعشان نتكلم بقى اكتر في تفاصيل مشوار مصر في كاس العرب جبنا نجمنا كابتن هشام. يا كان نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، يعني ابو الكباتن منورنا. الله يخليك يا محمد، وطبعا يعني اول مره نتقابل مع بعض هنا، يعني قابلنا مره بس في نهارك ابيض، في نهارك ابيض عمرنا عمرنا ان شاء الله، نهارك ابيض ان شاء الله، نهارنا دايما ابيض. ابو الكباتن شفت امبارح الماتش ازاي يا ابو الكباتن؟ والله طبعا يعني هو مبروك للمنتخب المصري، طبعا الخطوات اللي احنا ماشيين عليها كمنتخب يعني مرحله مرحله، وممكن نقول ان كروش ابتدى يلمس بعض الحاجات داخل المنتخب المصري، مع انه الوقت غير كافي لاعداد منتخب قوي مع بعض في خلال مثلا يعني يمكن شغله لا يتعدى في كل مكان، مثلا لما لعب الماتشين الاخرانيين 3 4 ايام، والنهارده اخذ البطوله وراح بيهم قبلها ب3 4 ايام. يعني انت النهارده عشان تعمل تغيير جذري في هيكل المنتخب وكلام من ده، فده شكل غير طبيعي، لان كل تشكيل في مباراه لعبها هتلاقي ان التشكيل الثاني متغير. صحيح. يعني هتلاقي في تغييرات حصلت في كل فرق، وهو حلاوه المنتخب المصري او المنتخبات عامه بيبقى نوع من الانسجام، اللي هو المنتخبات القويه اللي هي بتنافس على بطوله، ومفروض ان المنتخب المصري بينافس على بطوله زي الامم الافريقيه. صحيح. او للصعود لكاس العالم، فيجب على المنتخب المصري انه يكون قوي في كل حاجه، في في في, في اللعيبه وادائهم الثابت، ممكن النواحي الذكاء والتكتيك اللي عند اللعيبه، وازاي استجابه اللعيب بسرعه لان هو يقدر ينفذ التكتيك بتاع المدرب. صحيح. فده طبعا جزء لازم يبقى دايما كل مدرب لما بيجي يختار اي لعيب او اي حاجه لازم يكون عنده لعيب ذكي. صح. بيفهم يعني الحاجات دي هنتكلم بيها في التفاصيل، بس انا بقول لك مهم جدا ان اللاعب، لان امبارح كروش مثلا او الماتش اللي قبليه ماتش السودان لعب عمر كمال باك رايت، يعني انت فاهم، فلما لعب بيه باك رايت هو اصلا هاف ليفت. صحيح. فطبعا لما تيجي تبص تلاقي ان هو يحول هذا اللاعب الى مكان اخر لاول مره فيلعب. عمر لعبها قبل كده مع المصري يعني قد ايه؟ النسبة مش كتير، مش كتير يعني الانسجام في المكان نفسه دي متطلبات، هو لسه بيجرب وبيحط اللعيبه حسب ما هو شايف امكانياته وماشي خطوات ثابته. يعني ممكن يكون الاداء في لبنان مثلا لما لعبنا المنتخب اللبناني ما كانش اداء اللي وصلنا، ضيعنا فرص لكن حلاوه المباراه ما كانتش موجوده، لان التغييرات اللي حصلت كتير جدا وكانت مأثرة على أداء الفرقة. مش بقول إن هم وحشين، لا، يعني ممكن أكون أنا عازف قوي في المزيكا، بضرب مثلا كمانجا، بضرب عود وكلام من ده، لكن كل واحد بيعزف مقطوعة أخرى غير التانية، لكن اللعيبة كلها مميزين. أنت فاهم؟ فعشان كده بصينا الماتش اللي كان أداء الناس كلها كانت خارجة من الماتش، لكن هو كان حاطط في دماغه ان هو يدي اكبر فرصه من اللعيبه علشان يقدر يلحق باللعيبه عشان كاس الامم الافريقيه. صحيح. لان بعد اسبوعين هيلعب بطوله كاس الامم الافريقيه، فهو كان يجب عليه ان هو يحط بعض اللعيبه. جه راح داخل على ماتش السودان، السودان فريق يمكن مش مترابط، ما عندوش كينونه جوه الملعب، ما عندهمش فكره، ما عندهمش حتى الضغط بتاعهم ما بيبقاش ضغط على اللاعب، هم بيضغط على مكان الكرة وفقط. المنتخب كان عنده مشاكل كبيرة جدا، منتخب السوداني يعني. منتخب السوداني بالظبط، حصل طبعا حالتين طرد كمان في الماتش خلاص. بالظبط، فالماتش خرجت منهم، وكمان تفوق الفردي أو المهاري عند اللعيبة بتاعت منتخب مصر في الجون الأولاني اللي جابه أحمد رفعت. أحمد رفعت جون عالمي وجون جميل جدا، فكان طبعا عملية إحباط لفرقة السودان، ابتديت تخش المباراة، لعبت المباراة، بس برضو مش هو الاداء التكتيكي اللي انت عايزه. منتخب السودان ما نقدرش نحكم على منتخبنا من خلاله. بالظبط.